المشاكل اللي كتعاني منها المهنه باش نديرو ملخص بما فيها الزيادات المتتاليه ديال الغازوال والقطاعات الاخرى. على اي اتفقنا على اساس اليوم غادي ناخذ القرارات اللي خصها تاخذ بما فيها التوقف عن التوزيع والاكتفاء بالبيع في المستودعات. على هذا الاساس حنا اليوم هنايا باش ننسقوا مع الاخوان كاملين باش يكون التوقف 18 و 19 افريل بما فيها جميع الوحدات، لا بالنسبه للمحلات التجاريه ديال لي زيبيسي داكشي، ولا بالنسبه لصحاب الفيرمات، ولا بالنسبه لي فيكول سيرفيس، ولا بالنسبه لي فيكول. المهم على اي توقف المبيعات غتكون داخل المستودعات فقط، وغنخليو باب الحوار مفتوح لكل اقتراحات ايجابيه مع الجهات المسؤوله باش نحلوا المشكل في هذا الظرف ديال اسبوع. بوعاز عرفه موزع الغاز في مدينه فاس، اليوم كان واحد الاجتماع طارئ مع الاعضاء الفيدراليه ديال موزعي الغاز جهه فاس مكناس، وبعد مناقشات وتشاورات تم الاتفاق على ميري التوقف عن توزيع ايام 18 و 19 هذا الشهر المبارك من شهر ابريل، التوقف عن التوزيع وفقط الالتزام ببيع الغاز فقط بالمستودعات. وهذا القرار الطارئ اللي رغم عنا ناتج عن ارتفاع المهول المادات كما تعلم ماده الغازوال وبعد القطاعات الاخرى وقطاعات المصاريف المتداوله يوميا، وفي انتظار ان شاء الله بحول الله يكون واحد هذاك انذار هذاك فيه انذار في اذا ان شاء الله بحول يكون حوار مع السلطات المعنيه مع الوزاره المعنيه ان شاء الله بحنا كنلتزموا ان التوقف يكون على فقط على يومين. وشكرا. الزياده ديال المازوت راه تزاد علينا 100%، هادشي كله كيمشي بهامش الربح ديالنا اللي ما بقينا متضرين ما نستطعوش دابا باش نوصلوا حنا البوطه الاماكن كلها باش نوصل البوطه عند المواطنين، راه ما عندناش القدره باش نزيدوا نقاوم اكثر، حنا متضرين 100%، ما عندناش كيفاش نديروا نزيدوا في الغاز، حنا مقلنا الدوله ما يمكنش باش نزيد فيه. دابا كنشوفوا الاوضاع هذه نساونا كاع خلونا هكا نبقاو مدمرين. والسلام. 12 الليل نهار الاحد 12 الليل نهار الثلاث الاربع نديروا التقييم، الا كان شي اجتماعات راه كلشي غادي يكون حاضر، ما عندنا حتى شي حاجه متخبع، غادي نتفقوا وصلنا لشي حلول هذاك الشيء اللي بغينا، ما وصلناش راه الاربع عاود غناخذوا القرارات اللي عندنا غير مشاكل كثيره ديال المهنه، راه من غير هذا الشيء ديال هذا راه كلشي كيعاني من لي ديبو من المشاكل ديال المرتبطه بالمحلات الزيادات الى اخره الى اخره. عندنا حنا غاديين مع المشاكل، نبداو بهذه اللي دابا اليوم يمكن اي واحد يمكن الله يستر يوقف لانه يمكنلوش يستمر في التوزيع. كنتي كتوزع الغاز ب 7 دراهم ديال المازوت، اليوم المازوت ب 15 درهم ومازال 100% ديال الزياده، راه ما يمكنلكش تستمر في هذه الوضعيه. والا كنكذبوا على راسنا والا راه حنا كنصوروا شي حاجه اكثر من اللي ما كاينش. اللي عنده شي كيقول هذاك النهار اللي عنده شي حاجه بعدا برا كيخدم بها ويجي بها ولكن باش يستمر ما يقدرش يستمر. غير كي قلت يا سي عرفه سمعتك قلت لي واش على برا خصنا ما كاينش الرواية ديال دورو بالعربيه. لا ما كاين لا برا لا داخل. لا لا ما خصناش نديروهم باش ما نطيحوش بيناتنا. لا كادر عندي اخرى اللي فيها. لا يعاونهم الله يعاونهم الله يسهل علينا حنا. لا بالنسبه للكناس لا بالنسبه للكناس لا بالنسبه للكناس لا مكناس راه 100% كنت مطمئن. وحنا حتى حتى الفيدراليه لان كتهم جهات فاس مكناس. اذا ما بعد ذلك الله يعاونهم ياخذوا القرار. لا هو تهضر لك على جهات اخرى وداك الشيء.